الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وما زلنا في سنن الصلاة، وقلنا أن السنن داخل الصلاة غير السنن اللي هي قبل الصلاة. السنن اللي داخل الصلاة يقسمها الشافعية إلى هيئات وأبعاد. الأبعاد هي التي إذا نسيها المصلي يسجد لها للسهو قبل التسليم سجدتين ثم يسلم، ومنها القنوت والقيام له في صلاة الصبح في الركعة الثانية بعد الركوع، ومنها قراءة التشهد الأوسط والجلوس له والصلاة على النبي فيه في الصلاة اللي هي أكثر من ثنائية. فإذا نسي هذا أو ذاك سجد للسهو سجدتين قبل التسليم بعد قراءة التشهد في الركعة الأخيرة ثم يسلم. باقي السنن التي في الصلاة غير هذه السنتان والجلوس لهما، يبقوا كأنهم هم حوالي أربعة، وما تحط الصلاة على النبي فيه يبقوا خمسة. يبقى أي سنن تانية في الصلاة غير دول يسموها هيئات، فإذا نسيها المصلي لا يسجد لها لسه. هيئات. ومن بين هذه الهيئات كنا قرأنا دعاء الاستفتاح، كنا قرأنا دعاء الافتتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، وبعدين قلنا والجهر في موضعه، إنه يجهر في الركعتين من صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء وركعتي الجمعة وركعتي العيدين، وكذا في صلاة الكسوف. فإحنا وقفنا على قوله والصبح والجهر في موضعه وهو الصبح، إنما طلب الجهر فيها مع أن الكفار كانوا حين سماعهم القرآن في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبون من أنزله ومن أنزل عليه كما مر، لأنهم يكونون في هذا الوقت نائمين، ولذلك طلب الجهر في العشاء أيضا وفي نهارية مقضية ليلا. يعني لو هتقضي صلاة الظهر بالليل تجهر في الأوليين، لأن العبرة بوقت القضاء بوقت الأداء لا بالفرض المقضي. يعني لو هقضي صلاة العشاء وقت الظهر يبقى مش هجهر، لأن أنا بصليها وقت حيث لا يجهر. ولو بقضي العصر وقت العشاء أجهر في الأوليين، لأن العبرة بوقت الأداء لا بالصلاة المقضية. فهمت ازاي؟ وعشان كده بيقول وفي نهارية، يعني في صلاة نهارية مقضية ليلا. صلاة نهارية اللي هي الظهر والعصر هيقضيها ليلا، يجهر برضو في الأوليين. أو وقت الصبح، أو بيقضيها في وقت الصبح قبل شروق الشمس. يعني لأن لو أنت صليت الصبح بعد شروق الشمس لا جهر فيه لأنها بقت نهارية. يعني واحد صحي بعد الشروق وهيصلي الصبح ما يجهرش،
طب افرض جهر، وجه عندنا يجهر ضعيف، ليس عليه الفتوى لكنه وارد في المذهب، يعني في المذهب العبرة بالصلاة نفسها مش بوقت ده. أنا بصلي صبح في أي وقت يبقى هجهر في الاثنين، وبصلي العشاء في أي وقت أجهر في الاثنين، بصلي الظهر في أي وقت أسر في الاثنين الأولانيين. خدت بالك في رأي كده؟ لكن اللي عليه الفتوى العبرة بوقت الأداء، ده اللي عليه الفتوى وده الراجح من حيث الدليل. يبقى لو حصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لا جهر فيها خلاص، إلا في القنوت، إلا في القنوت بس. فهمت إزاي؟ الحاجات دي مهمة تاخد بالك منها. وأما المغرب فطلب الجهر فيه لأنهم كانوا يشتغلون في وقته بالعشاء، وأما الجمعة والعيد فلأنه صلى الله عليه وسلم أقامهما بالمدينة. أول جمعة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها في المدينة، بقى مجتمع مسلم ما فيش مشركين، فبقى يجهر في الجمعة وهي نهارية لأنه ما فيش مشركين هيسبوا القرآن ولا يسبوا من أنزل عليه، مش كده برضه؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة. وعشان كده في مذهب يقول إن لا صلاة جمعة في دار الحرب، يعني لو أقمت في دار الحرب، لو اعتبرنا أمريكا مثلا دار حرب، لو فرض يبقى وأنت قاعد مقيم فيها ما تصليش جمعة، تصلي ظهر، لأن الرسول لم يصلي جمعة في مكة قبل الفتح أبدا لأنها كانت دار حرب، لم يجمع إلا في المدينة اللي هي دار الإسلام. في مذهب يقول كده. ولم يكن للكفار فيها قوة، يعني بالمدينة، ولما كانوا مستعدين للإيذاء في وقتي الظهر والعصر طلب الإصرار فيهما، بل وفي الليلية المقضية نهارا. وهذا السبب وإن زال الوقت، السبب ده زال خلاص، بقت بلادنا كلها مسلمين، وإن زال السبب لكن الحكم المترتب عليه باق، لأنه حكمة المشروعية، والحكمة لا يلزم دوامها، لأن دي حكمة المشروعية، بدء المشروعية الحكمة دي، لكن لا يلزم دوام الحكم. زي في الرمل في الطواف والسعي، مش الرمل في الطواف والسعي شرع علشان المشركين يشوفوا المسلمين أقوياء، علشان قالوا إيه، نهكتهم حمى يثرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما راح يعمل العمرة قال لهم إيه، يبين لهم القوة، فشرع الرمل، فتحت مكة وبقت دار إسلام، وكل اللي قاعدين في الحرم خلاص مسلمين برضو بترمل، بالرغم زوال الحكمة، إلا أن الحكم إيه، الحكم دائم. كذلك هنا يبقى زالت حكمة اختيار السرية والجهرية في الصلاة، لكن يظل الحكم دائم بعد ذلك. واستقر الأمر عليه في المدينة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة 13 سنوات، كان يسر في الظهر والعصر ويجر في المغرب والعشاء والظهر والصبح، بالرغم ان ايه، ان ما كانش فيه كفار بيؤذوه. يبقى دل على ان لما زالت الحكمة دام الحكم. قوله وأولة المغرب والعشاء، أي دون الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، فإنه يسر فيها. فإن قيل هل لا طلب الجهر فيهما لأنهما من الصلاة الليلية، أجيب بأن ذلك رحمة لضعفاء الأمة، لأن تجلي الله على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا، فيكون في آخر الصلاة أثقل منه في أولها، ولذلك خفف في آخرها ما لم يخفف في أولها، كما يفيده كلام الشعراني في الميزان. هو الصلاة دي أنت بتكلم ربك فيها، بتنجيه، وطالما نجيت الله لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك، يتجلى عليك بإقباله، يتجلى عليك بأنواره، يتجلى عليك بمعارفه بحكمه، وعلشان كده بيحصل تجلي في الصلاة، قد لا يشعر بها الإنسان العادي لكن الأولياء يشعرون بها، وكانوا يستشعرون أن التجلي كلما قربت الصلاة في الانتهاء زاد، فرأوا أن الحكمة أن يكون لا جهر في الصلوات الأخيرة، وأن تكون الركعتين الأخيرتين أخف الصلاة، حتى يتحمل الناس التجلي الزائد.
وإلا لو أطالوا فيهم قد لا تتحمل قلوب بعض ضعاف المؤمنين التجلي الكبير. وإن كان ربك حجب كثير من المؤمنين عن الإحساس بهذا التجلي رحمة بهم برضه، لأن يمكن لو كشف لك عن حلاوة ذكره ما ذهبت إلى بيتك، وما ذهبت إلى عملك، وما ذهبت لتأكل ولا لتنام ولا لتستريح، تظل تذكر حتى تموت وخلاص. لكن ربك سبحانه وتعالى أرادك أن تعمر الأرض، أرادك أن تسعى على عيالك، وأن تفعل ما أمرك به من أمور أخرى غير الصلاة، ولذا حجبك عن رؤية تجليه مع حدوث تجليه. فهمت ازاي؟ يحدث التجلي، لكن ربنا حجبك عن رؤيته، فيوم يحدث الترقي التدريجي دون ان تشعر، ياخذ بيدك اليه دون ان تشعر على مدى 10 سنين 20 سنه، يدي لك حلاوه لو كشفها لك في لحظتها في اول مره يمكن ما كنتش تتحملها، لكن استشعرتها بالراحه كده ببطء في خلال 10 20 30 سنه، علشان ايه؟ تكثر اعمالك، وعلشان تستطيع القيام بما امرك به، يبقى رحمه بيك، والا هتقل اعمالك ومش هتعمل الا العمل ده وخلاص وتروح بقى. طيب افرض ترك الجهر في اولتي المغرب والعشاء ولم يتداركه في الباقي لان السنه فيه الاسرار، ففي الجهر تغيير صفته بخلاف ما لو ترك السوره في الاولتين يتداركها في الباقي لعدم تغيير صفته. يعني بيقول لك افرض نسي يجهر في الاولتين من العشاء، طب يجهر بقى في الاخيرتين؟ قال لك لا، لان كده تغيير صفه. هو لما ترك الجهر في الاوليين ويجي يجهر في الاخيرتين يبقى ترك صفه الصلاه في الاربع ركعات، مش كده برضه؟ يبقى اخطا في الاربع ركعات، فالاولى انه يراعي على الاقل الصفه في الركعتين الاخيرتين ما يلخبطش الدنيا. فهم؟ طالما ترك الجهر في الاوليين يبقى يسر في الاخيرتين، لان حالهم صفتهم السر بس، فلو نقل الجهر ليهم يبقى غير الصفه مطلقا، يبقى صفه الصلاه تغيرت، وعشان كده ما يغيرهمش، بخلاف لو نسي السوره في الاوليين بعد الفتح. لو نسي السوره في الاوليين يقراهم في الاخيرتين حتى لا تخلو صلاته من ايه؟ من سوره، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخيرتين ليس فيها تغيير لصفة الصلاة، يبقى تقضى السورتين في الأخيرتين ولا يقضى الجهر في الأخيرتين. فهمت بقى ازاي؟ الحتة دي مهمة. ولا يسجد للسهو برضه، لأن احنا قلنا إن ده من الهيئات، والهيئات لا يسجد لها للسهو. من الهيئات وضع اليد اليمنى على اليسرى، مش قلنا برضه كده؟ على كوع اليسرى، ودعاء الاستفتاح والاستعاذة والجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار. والجمعة دي برضو صلاة، والعيدان، يبقى الجمعة برضو، والجمعة عطفا على الصبح لا بالجر عطفا على المغرب، وكذا العيدان. هو قال هنا إيه؟ وهو الصبح، وهو الواو للاستئناف، هو مبتدأ، الصبح خبر مرفوع، وأولة المغرب والعشاء، أولة المغرب مضاف إليه، والعشاء مضاف إليه، مضاف لأولة، مش كده؟ معطوفة على المضاف. وبعدين والجمعة، مش معطوفة على إيه المكسور اللي قبلها ده، معطوفة على الجمعة، يعني وهو الصبح والإيه والجمعة، وأولة دي هي اللي معطوفة على الصبح، عشان كده مرفوعة بالألف لأنها مثناة، مش كده برضو؟ يعني كله ماشي بالرفع. والجمعة بالرفع عطفا على الصبح لا بالجر عطفا على المغرب، لأن هي معطوفة على الصبح، وأولة معطوفة على الصبح، والجمعة معطوفة على الصبح، والعيدين معطوفة على الصبح، ما تقولش معطوفة على اللي قبله، كله معطوف على الأول. فهمت ازاي؟ كله يبقى معطوف على الأول، زي ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن صفة لله، والرحيم صفة للرحمن لله برضه، تبقى صفة لله برضه، لأنها تتعدد الصفة والموصوف واحد هو المذكور الأول. فهمت المسألة بقى؟ كذلك أما تيجي تعطف كذا حاجة جنب بعضها كله معطوف على الأول، كله معطوف على الأول. فهمت بقى الحكاية؟ عشان كده كله معطوف على الصبح.
وكذا العيدان إذ ليس لذلك أولتان، لا الجمعة ليهم أولتان ولا العيدان ليهم أولتان، لأن هم كلهم ركعتين فما لهمش أولتان، أولتان دي عشان التانيين أزيد. ولو أدرك المأموم مع الإمام ركعة ثم تدارك الأخرى، يعني لو أدرك الإمام مع المأموم ركعة واحدة من الصبح وقايم يجيب الركعة الثانية عليه لأنه كان مسبوق، أصر في الأولى لأنه كان مأموما فيها وجهر في الثانية لأنه صار فيها منفردا بعد سلام الإمام. يبقى ما تدرك مع الإمام ركعة بتقف ورا الإمام بتسر، لأن الإمام هو اللي بيجهر، مش كده برضه؟ يبقى هيسر في قراءة الفتحة في الأولى خلف الإمام لأنه مأموم، وبعدين جاء الإمام سلم وأنت بتقوم تجيب الركعة الثانية بقيت منفرد، تقوم أنت تجهر بقى في الثانية. فهمت بقى المسألة؟ أي اتفضل. لو أنا جيت وقرأت الركعة الأخيرة مع الإمام وهو قال القنوت وأنا هجيب ركعة تجيب القنوت ثاني. أعمل قنوت ثاني؟ لأن أنت الركعة اللي أدركتها مع الإمام بالنسبة للإمام ثانية وبالنسبة لك أولى. والقنوت موضعه في الثانية. فهمت المسألة؟ فأنت بتقنط مع الإمام متابعة للإمام، واخد بال حضرتك؟ وبعدين بتقنط تاني لما تجيب الركعة مع نفسك عشان دي بالنسبة لك التانية، ده موضع القنوط لصلاتك، خدت بال حضرتك؟ فعليك تعمل القنوط تاني لأن بالنسبة لك دي تانية، لأن ما فيش قنوط في الأولى. طب ما أنت قنطت في الأولى خلف الإمام للاتباع بس، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت بتتبعه وإن كان مش محسوب لك قنوط، محسوب لك مطلق دعاء، خدت بال حضرتك؟ ولو أدركت مع الإمام ركعة من العشاء الأخيرة مثلا أو الركعة الأخيرة من المغرب وبعدين الإمام سلم، بتجيب أنت بالنسبة لك اللي بتجيبها دي تانية، تقوم تجهر فيه، تجهر فيها وتجيب سورة، وبعدين بعد كده تقعد تقرا تشهد لان خلاص التشهد في الثانيه، مش كده برضه؟ وبعدين تقوم بالنسبه لك اللي جايه دي بعد كده ثالثه، يبقى ما فيش جهر، لكن تيجي بسوره عشان لا تخلو ركعتيك من سورتين بعد الفاتحه. واضح؟ فهمت الحكايه؟ يعني لو بتصلي العشاء خلف امام دخلت لقيته في الركعه الاخيره، بالنسبة لك انت صليت معاه ركعة هي اولى بالنسبة لك ولم تجهر فيها متابعة للامام فسقط فيها الجهر، سلم الامام وقمت تجيب، بالنسبة لك اللي قايم لها دي اسمها التانية، التانية فيها جهر وفيها صورة، يبقى تجهر وتقرأ صورة وتقعد تقرأ التشهد، قايم للتالتة ما فيهاش جهر وسر، لكن انا قريت كده صورة واحدة في ركعة واحدة، مش كده برضو؟ اقوم اجيب بعد الفتحه سوره، واضح؟ واجيب بعد كده الركعه الرابعه فتحه بس مسر، يبقى انا كده عندي ركعتين قريت فيهم فتحه وسوره بقت صلاه مستقره، وبعدين ركعتين قريت فيهم فتحه واحده اللي هي الاولى متابعه للامام والاخيره لان الاخيره ما فيهاش سوره على الوجه الراجح عندنا، وان كان القديم عند الشافعيه في سوره برضو في كل الركعات بعد كل فتحه، ولكن السورة اللي في الركعة الأولى أطول من السورة اللي في الثانية، واللي في الثانية أطول من اللي في الثالثة، واللي في الثالثة أطول من اللي في الرابعة، يبقى الرابعة أكثر سورة. وده رأي الأحناف والقديم عند الشافعي، لكن الجديد اللي عليه الفتوى السورة في الأولتين أو في ركعتين فقط لإيه؟ للمسبوق. أدركت مع الإمام الركعة الأولى والثانية من العشاء، يعني الأخيرتين بالنسبة للإمام والأولى والثانية بالنسبة لك اللي هو دخلت عليه في العشاء وهو بيسر بقى بعد التشهد الأوسط وقايم للثالثة، رحت أنت نويت فأصريت في الأولى، في الأولى بالنسبة لك وقريت الفتح وركعت، وبعدين بعد كده قمت معاه جاب هو الرابعة وأنت بتجيب بالنسبة لك الثانية، أصريت متابعة له، وبعدين بعد كده سلم قمت أنت بالنسبة لك دي الثالثة، ما تجهرش بقى لأن ما فيش جهر في الثالثة، لكن تقرا فتحه وسوره، وبعدين قايم تجيب الرابعه تقرا فتحه وسوره لكن بلا جهر، لان انت في الاول مع الامام اما كان بتلحق معاه وهو الامام في الثالثه والرابعه ما بيدكش فرصه تقرا مع الفتحه سوره لانه بيركع على طول،
فيبقى خلت صلاتك من الصورة، تقوم انت تعوض الصورة مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين حتى لا تخلو صلاتك من قرآن مع الفاتحة. سهلة الحاجات دي؟ سهلة. ما فيش مانع بقى، لو أدرك، لو الإمام طول الفتحة شوية وقعد اتأخر، أو أنت بتقراها بسرعة وقريت الصورة في الأولى والثانية، يبقى في الآخر هات فتحة بس. المهم لا تخلو صلاتك من فتحة وصورة. والعيدان بالرفع كما علمت، مرفوع هنا وعلامة رفعها الألف لأنها مثنى، مش كده برضه؟ طب والنون دي حكايتها إيه؟ النون دي الألف ده تبقى علامة الرفع في المثنى، طب والنون دي إيه؟ بدل عن التنوين، عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يبقى عوض عن التنوين في الاسم المفرد نحط نون في جمع المؤنث، في جمع المذكر السالم، وفي إيه؟ في المثنى، بنحط النون دي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لكن علامة الرفع هي الألف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم، مش كده برضه؟ امال ايه النون؟ تقول والنون عوض عن التنوين، يا يفرح بيك قوي الاستاذ بتاعك اللي بيصحح لك الاعراب، يقول يا سلام ده علامه. تقول والعيدان، الواو حرف عطف، العيدان معطوفه على الصبح وهو خبر مرفوع، فمعطوفه على المرفوع تكون مرفوعه، وعلامه الرفع هي علامة فرعية وهي الألف لأنه مثنى عوض عن الضمة في الاسم المفرد. شوف بقى التفسير بقى، تتكلم بقى براحتك، ما أنت راجل فاهم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يقوم يا سلام يشيل الورقة ويهتف ويقول تحيا مصر. لكن العيال بتكتب إجابة ضعيفة ويقول لك يلا الحمد لله. أيوه، ما احنا قلنا الجهر ان يسمعك من هو بجوارك او قريب منك. ها؟ يعني انت كلك ذوق. تجهر الجهر الذي لا يؤذي من بجوارك بس. لو استشعرت، لو استشعرت ان هيأذيه خلاص ما تجهرش. لكن احنا حد الاصرار ان تسمع نفسك. والجهر ان تسمع من بجوارك. مش كده برضه؟ بس. والعيدان بالرفع كما علمت، والإصرار في موضعه، أي في موضع الإصرار، وتقدم حد الإصرار وهو أن يسمع نفسه فقط، حد الإصرار، لكن يحرك بقه وشفايفه، شوف كده أهو مبلم، وبعد شوية يروح راكع، تيجي بعد الصلاة تقول له أنت ما لعبتش بقك خالص، يقول لك أنا بعرف قلبي، ربك قلب قلوب، ما ينفعش. في ناس بتعمل كده والله، ما ينفعش، لأن ده ما اسموش قرأ، والرسول بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ. حديث النفس لا يسمى قراءة. يعني القراءة في القلب تسمى حديث نفس، حديث النفس في لغة العرب لا يسمى قراءة، وإن كان يسمى كلام. يسموه الكلام النفسي. فهمت إزاي؟ بلا صوت ولا حرف، الكلام النفسي بلا صوت ولا حرف، اللي هو في قلبك. لكن الرسول بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ، والقراءة في لغة العرب هي تحريك الفم والشفتين واللسان مع إخراج النفس. يبقى هي دي القراية. فتاخد بالك. وهو ما عدا الذي ذكر، والإصرار في موضعه وهو ما عدا الذي ذكر، أي كالرواتب مطلقا، حتى الليلية والظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء وصلاة كسوف الشمس عشان النهارية، ونوافل النهار المطلقة زي الضحى، بخلاف نوافل الليل المطلقة زي ايه؟ ركعتين قيام الليل، التراويح، كل ده لأنها ليلية بتجهر فيه. فإنه يسن التوسط فيها كما مر. وعبارة الشارح تشمل الاستسقاء وصلاة خسوف القمر والتراويح ووتر رمضان، كل دي صلوات فيها جهر، الاستسقاء وإيه وصلاة خسوف القمر لأنها ليلية، ما هو القمر بيبقى بالليل في بلدك ولا في النهار؟ احنا في بلدنا القمر بالليل، بل القمر بالليل في بلده يبقى خلاص، لكن لو وروك النجوم في عز الظهر يبقى ساعتها هتبقى هتتغير الاحكام. يعني العبره في بلاد، في بلاد عندها النهار على طول عده شهور والليل على طول عده شهور، فتوقيته توقيت اهل مكه، يبقى ما عندوش في فتره النهار دي والشمس طالعه جهر خالص، لانه بيصلي في النهار، واخد بالك؟
يبقى هيقعد كده 3 4 شهور ولا 6 شهور، واخد بالك؟ يفضل يصلي كل الصلوات السرية، لأنه بيصلي العشاء في عز ما الشمس طالعة، وبيصلي المغرب في عز ما الشمس طالعة، والصبح في عز ما الشمس طالعة، كله في النهار. فصلت كل النهار على اعتبار أن العبرة بوقت الأداء لا باسم الفرد نفسه، يقوم يصليها كلها سرية. يجي بعد كده 6 شهور ليل يجهر في كله، لأنه بيصلي الظهر في عز الليل، يصلي العصر في عز الليل. خدت بالك ازاي؟ يبقى الأحكام ما تعرفها تلاقي عندك فقه تقدر تحل الإشكالات دي. والتراويح برضو، التراويح عشان صلاة ليلية بعد العشاء يبقى هنجهر فيها. ووتر رمضان عشان برضو ايه، بيتصلى جماعة، يعني وتر رمضان بيصلى جماعة بعد صلاة التراويح، فيجهر فيه الإمام برضو. وركعتي الطواف ليلا، انت طفت بالليل بعد المغرب بعد العشاء قبل الفجر بتصلي سنة الطواف تجهر فيها. طب انت طفت بعد صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر، بعد العصر، في النهار، يبقى هتصلي سنة الطواف ولا تجهر فيها. الكسوف الشمس عندنا نهارية لا جهر فيها، ولكن الحنابلة عندهم يجهر. عشان كده محمد جبريل لما صلى كسوف الشمس في مسجد عمرو بن العاص من عدة سنوات جهر فيه، فكانوا بعض الشافعية واقفين معترضين، فقلنا لهم يا جماعة الحنابلة يجيزون ذلك، وهو الراجل يختار مذهب الحنابلة لحلاوة صوته والناس جاية تسمعه. كل الناس طبعا راح عايزة تصلي ورا الشيخ محمد جبريل عشان يسمع الله أكبر كل شوية، بس ولا هو عايز بقى يسمع اللعلعة بتاعته والحلاوة بتاعته؟ هو رايح يسمع الحلاوة، فراح الراجل خارج مذهب الحنابلة وسمعهم الحلاوة كلها. فيجوز، ما يجراش حاجة، لكن على مذهب الشافعية لأن صلاة الكسوف نهارية لأنها متعلقة بالشمس، يبقى في الحالة دي لا يجهر فيه. وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح إذ يصدق عليها ما عدا الذي ذكره. يعني افرض طفت بعد صلاة الصبح وخلصت الطواف قبل ما الشمس تطلع، هتصلي سنة الطواف تجهر فيها. فاهم؟ لأن هتبقى حكمها حكم الصبح. فتقتضي عبارته أنه يسر فيها وليس كذلك، لأنها من موضع الجهر كما علم مما مر. والتأمين، هو بيقول لك إن عبارته ما جابش سيرة الصلوات دي كلها وهو بيجهر فيها. مقتضى العبارة إنه هيسر فيها وهي فيها جهر. لا جاب لك سيرة تراويح رمضان، ولا جاب لك سيرة الطواف بالليل، لأن إحنا بنرد الكلام ده نقول إيه؟ لأن يا جماعة القاضي أبي شجاع كان هدفه الاختصار وليس الاستيعاب. ده عامل متن الغاية والتقريب ده للأطفال. هو لما صنف متن الغاية والتقريب ده عمله للأطفال يحفظوه. فكان غرضه الاختصار وليس الاستيعاب، فهو يعني كتر خيره. حلو، هو عايز يعلم اطفال المسلمين الحاجات المبادئ الاساسيه ومش عايز يطول عليهم. اللي عايز يستوعب اكثر بيكون كبر في السن ودرس المطولات، فتجد الحاجات دي بقى في المطولات بسيطه. والتامين، قولك امين، دي برضو من ايه؟ من هيئات الصلاه التي إذا نسيها الإمام والمأموم والمنفرد لا سجود للسهو فيها ولكن يفوت ثوابها. والتأمين هو والسورة سنتان، التأمين والسورة اللي بعد الفتحة سنتان لاحقتان للفاتحة، كما أن الافتتاح والتعوذ سنتان سابقتان عليها. فالفتحة لها سنتان سابقتان اللي هي الافتتاح وايه والاستعاذة، ولها سنتان لاحقتان بعدها يعني، وهو التأمين والسورة. ولو عايز التوسع نوسع عن الشيخ هنقول لك لها 3 سنن قبلها، وهي دعاء الافتتاح، واخد بالك، والاستعاذة، والسكتة اللطيفة، ثم بعد ذلك التأمين، وفي سكتة لطيفة قبل التأمين، وبعد ذلك السورة، وبعد التأمين وبين التأمين والسورة سكتة لطيفة
أكتر شوية أطول ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. يبقى في حاجات أكتر أهي، مش كده برضه؟ يعني لو هتقعد أتفتح ورا كل شيخ هتفتح برضه، لكن هو برضه المشايخ قصدهم هنا الهيئات القولية. فهمت ازاي؟ اللي فيها ذكر لساني، ما قصدوش مطلق الهيئات. يبقى تعتذر للشيخ تقول له اه ده الشيخ ما نسيش، ده الشيخ قصده هنا الهيئات القوليه، وانت دخلت لي السكتات، والسكتات لا ذكر فيها. يبقى الشيخ ما غلطش، الشيخ اما بيختصر او يقصد حاجه تانية، والشيخ ما يغلطش. احنا مشايخنا علمونا كده، يقول لك اوعى تخطئ الشيخ، خطأ نفسك، دور على اي وجه عشان تقول ان الشيخ صح. فهمت ازاي؟ انما ما تقولش ايه ده وتروح كاتب واخطأ الشيخ وقال كذا وكان الاولى، وبعد ما تيجي تقرا كلامك ده بعد 10 سنين تتضح ان انت اللي اخطأت والشيخ كان صح. فالواحد ما يتسرعش. اي قول امين تفسير للتأمين. يقال امن الرجل اذا قال امين بمد الهمزة، اهو بمد الهمزة، عشان الجماعة الوهابية طالعين لي في بدعة، تيجي تصلي جنب الواد من دول يجي الناس كلها تقول آمين وهو يقول لك أمين، تسمعهم بدعة، يروحوا واكلها كده. حد سمعهم غيري؟ أنا سمعتهم كتير وأعرفهم على طول، سيماهم في وجوههم على طول، فربنا يهديهم. وإحنا قلنا المد في أمين ده اسمه مد بدل، وهو وارد في قراءات المسلمين، وهي قراءة متواترة. مد البدل عند ورش عن نافع، وكانت غالب قراءة النبي قراءة نافع مدا وهي ورش. غالب قراءة النبي كانت قراءة ورش عن نافع، لأن يقول لك كانت قراءته مدا، وورش أكثر قراءة فيها مدود، يبقى معظم قراءة النبي كانت ورش. وعشان كده الصحابة تعلموا له آمين مد بدل ماشي عند ورش 4 حركات، حركتين او 4 او 6. مد البدل في 3 اوجه عند ايه؟ عند ورش 2 و4 و6. الجماعه اياهم ما يعرفوش الا قراءه حفص بس، جهله. ده لا حتى العلماء منهم ما يعرفوش الا حفص، ده العلماء من ما يعرفوش الا حفص. فبعدين حفص ما فيهوش مد بدل، يقول لك الله ده كل الناس دي بتقرا غلط. قال هي يعني هو اللي اكتشفها، اكتشفها هو بقى في القرن ال20 فجأة، فيقف وسط الناس يقول لك أمين. ليه؟ خليك ماشي مع جموع المسلمين، خليك كده حلو. كل الناس طول عمرها وأجدادك وآبائك، كل الناس، روح باكستان، روح أفغانستان، روح إيران، روح حتى مسلمين أستراليا، صلي وراهم كلهم يقول لك أمين. بقى أنت بس اللي صح، أنت بس اللي صح، كل العالم دي غلط تعرفهاش. ربنا يهدي. فبيقول لك بمد الهمزة وتخفيف الميم مع الإمالة وعدمها وبالقصر، لكن المد أفصح، ويجوز تشديد الميم مع المد والقصر، ففيه 5 لغات. وجعل الرملي التشديد لحنا. طبعا أنا مع الإمام الرملي لحن، لأن ما حدش بيقوله من العلماء خالص. حد عمرك سمعت يقول امين؟ محدش. ليه حق الامام الرملي والله؟ يقول لك ان ده لحن عوام، ده ما ينفعش. ليه حق؟ وقيل شاذ منكر كمان. احنا مع ده. لكن لا تبطل به الصلاه، لانه اصلا حتى لو ما قالهاش برضه صلاته صح. الا ان قصد به معناها الاصلي وحده امين او امين، ما بقتش معناه تقبل. معناه آمين إن متوجهين قاصدين، يبقى غير المعنى. فلو قصد المعنى الأصلي ده يبقى في الحالة دي تبطل صلاته، لأنه بقى كلام أجنبي، بأنه كأنه قال كلمة أجنبية خارجة عن إيه؟ عن الصلاة. وهو قاصدين بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الأصلي أو أطلق، فلا تبطل صلاته على المعتمد حينئذ. واختلف في آمين على أقوال كثيرة، أشهرها أنه اسم فعل بمعنى استجب، يا الله استجب يا الله، دي معنى آمين. وقيل إنه اسم من أسمائه تعالى، وقال وهب بن منبه آمين 4 أحرف، يخلق الله تعالى من كل حرف ملكا
يقول اللهم اغفر لمن يقول آمين، ودي إسرائيليات. تسمع وهب بن منبه حط إسرائيليات زي ما انت عايز، لأنه كان نقال إسرائيليات، فربنا ينجينا. لكن هو طبعا الشيخ عايز يقول لك كل حاجة مكتوبة في الكتب علشان ما تقولش الله ده الشيخ ما قالش كلام وهب بن منبه، عشان ما تقولش على الشيخ انه يعني فاتته الحتة، هو بيقولها لك. لكن بيقول لك وقيل فيها أقوال كثيرة. والتأمين أي قول آمين عقب الفاتحة، أي أو بدلها إن تضمن دعاء على المعتمد. افرض واحد لا يستطيع الفاتحة زي ما قلنا في الظروف اللي احنا قلناها سابقة، مش حافظ الفاتحة، حديث عهد بإسلام، أو أصيب بعطب في لسانه فلا يستطيع قراءتها فاستبدلها بدعاء ميسر له، فيبقى في الحالة دي برضو يقول آمين عقب دعائه لو كان بدل الفاتحة. والتقييد بالعقبية يفيد أنه يفوت بالتلفظ بغيره وإن قل ولو سهوا. يعني افرض قال ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، بعدين سكت كده افتكر ما قالش، بعدين يرجع يقول أمين، لا خلاص بقى فات وقتها بقى، خلاص خدت بالك، يستمر بقى. إنما لو قال ولا الضالين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ارحم والدي، يقول أمين برضه، لأنها دعاء برضه، لأنها برضه ما زال دعاء. ويستثنى رب اغفر لي ونحوه لوروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفوت بالشروع في الركوع ولو فورا إلا ولو فورا لا بالسكوت وإن زاد عن السكتة المطلوبة. يعني لو شرع في الركوع هيوطي وما قالش أمين خلاص فات، لكن افرض سكت وعلشان يبتدي يستحضر قراءة السورة فافتكر انه ما قالش امين، ولو طال السكوت يقول امين طالما لم يتلفظ ولم يشرع ايه في الركوع. وان زاد عن السكتة المطلوبة وهي بقدر سبحان الله كما تقدم، هذا للمنفرد، اما للامام فتكون اطول بقدر قراءة المأموم لايه للفاتحة. وفي نسخة بعد الفاتحة بدل عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها، لكن الصلاة آكد، وكذا لسامعها كما نقله بعضهم عن الطوخي. يعني سواء قارئ الفاتحة بيقول آمين وسامع الفاتحة في نهايتها برضو يقول آمين. قول في صلاة وغيرها لا يخفى أن ذكر غيرها استطراد، لأنه بيتكلم في سنن الصلاة ما لهاش لازم كان يقوله غيرها، لكن هو من باب زيادة علم، لأن جت مناسبته، جت المناسبة فجاب دي جنب دي، يعني ادي الحكاية. لكن بيقول لك وغيرها دي ده استطراد منه خارج عن سنن الصلاة. والأولى عدم إدخاله في شرح كلام المصنف لأنه مسوق في هيئة الصلاة، وإحنا قالوا في غيرها دي مش في الصلاة. لكن الصلاة آكد استدراك على ما قبله لإيهام التسوية بين الصلاة وغيرها. وقول آكد بمد الهمزة أصله أأكد بهمزتين قلبت ثانيتهما ألفا على حد قوله، ومدا أبدل ثاني الهمزتين من البيت. ده بيت يعني جزء من بيت من إيه من منظومة في النحو. قوله ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه، يبقى المأموم أول ما الإمام يقول ولا الضالين ينتظر أما الإمام يوصل للنون ويلقط نفسه، وبعدين يقول مع الإمام آمين، مش الإمام أول ما يقول ولا الضال يقول أنت آمين، فهو لسه ده في اللام، دي له فرصة عشان تأمينك يوافق تأمين الإمام وتأمين الملائكة يوم يغفر لك، مش كده برضه؟ فيبقى تدي فرصة للإمام لما يوصل للنون ويلقط نفسه ويشرع بقى في قوله آمين تقول معاه بقى. أدي إيه الحكاية. أي في الجهرية طبعا، بخلاف السرية فلا يؤمن معه فيها، وليس في الصلاة ما تطلب فيه المقارنة غير التأمين. تملي إنما جعل الإمام ليؤتم به، تملي تبقى ورا الإمام، لا تقارنه في فعل ولا قول من أفعال الصلاة ولا أقوالها إلا في التأمين بس. واضح؟ هي دي المقارنة الوحيدة.
وإنما طلبت فيه المقارنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. فإن لم يؤمن الإمام، دي حتة، ولا ما تأخر دي يعني مقدم، دي رحمة، خد بالك، يعني دي مقدم كمان، فدي رحمات كبيرة للي بيصلي صلاة جماعة خلف الإمام. فإن لم يؤمن الإمام أو أخره عن وقته المندوب فيه أمن هو. افرض الإمام ما أمنش، ما قالش أمين، خلاص جاء وقته أمن أنت، لأن معنى قوله في الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا دخل وقت تأمينه فأمنوا. وإن لم يؤمن بالفعل أو أخره عن وقته، ولو فاته التأمين مع تأمين الإمام، أمن عندنا، أمن عند تأمينه هو. لو فاتوا كلمة أمين خلف الإمام عشان كان مثلا مسبوق، دخل والإمام بيقرأ الصورة وانت قريت الفتحة، يبقى تأمن لقراءتك انت. ولو قرأ الفاتحة مع قراءة إمامه وفرغ معا كفاه تأمين واحد. ممكن تقرأ الفاتحة أثناء قراءة إمامك عشان انت من خبرتك عارف ان الإمام ده ما بيسكتش بعد الفاتحة سكوت كافي يخليك تقرأ الفاتحة، لأنك بتصلي وراه كل يوم وعارف نظام، فهمت ازاي؟ فانت في الحالة دي بتروح تعمل ايه عشان ما تنشغلش في قراءة الفاتحة وهو بيقرأ، تقوم ساعات تتلخبط أو أنت عايز تسمع قراءته اللي هو بيقراها من السورة، فتقوم تقرأ مع الإمام الفاتحة لحد ما الإمام يوصل لولا الضالين، تكون أنت وصلت مع ولا الضالين، فتقول آمين مرة واحدة لقراءتك ولقراءة الإمام، تنفع تكفي تأمينة واحدة. وعن تأمينه لقراءة إمامه، يبقى يكفي تأمين واحد عن تأمينه لقراءة نفسه وعن تأمينه لقراءة إمامه، أو فرغ قبله. طب افرض أنت قريت الفاتحة مع الإمام، بس الإمام بقى بتاعك ده راجل كده إيه، بيقرأ براحته شوية ويمد وياخد نفسه بين كل آية طويل ويبلع ريقه ويمكن كمان كح ولا عطس، وقاعد بقى وأنت شغال خلصت الفاتحة قبله وأمنت وهو لسه في نص الفاتحة، تبقى تأمن معاه، يبقى تأمن برضه معاه، يبقى أمنت لقراءة نفسك وأمنت مع قراءة الإمام. أمن هو لقراءة نفسه ثم يؤمن لقراءة إمامه، خلافا للبغوي حيث قال ينتظره حتى يؤمن معه. الإمام البغوي في الصورة اللي قلت لك عليها دي لو خلص الفتحة قبل إمامه رأيه أنك تنتظره عشان تأمن معاه تأمين واحد، لأن لو طال السكوت قلنا لا تسكت التأمين، وبرضه رأي وجيه، يعني كلام الإمام البغوي كلام وجيه برضه ماشي على فقه حلو، لأن القاعدة أن التأمين لا يسقط طالما سكت ولم تشرع في إيه؟ في حاجة لفظية أو ركن آخر، مش كده برضه؟ فيبقى الأحسن هنا الإمام البغوي بيقول أن يسكت ويأمن تأمينته، يأجلها مع تأمينته خلف الإمام وتبقى تأمينة واحدة، كلام وجيه. وإن كان غير الإمام البغوي من أهل صحاب المذهب قالوا يؤمن على قراءة نفسه عند وقتها ويؤمن مرة أخرى مع الإمام، يبقى ده صح وده صح. ومقتضى الحديث المذكور أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، وقد ورد التصريح به في بعض الأحاديث، واختلف في المراد بالملائكة، فقيل المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة، وقيل المراد بهم الحفظة، وقيل المراد بهم سائر الملائكة. وهل الملائكة تقول لفظ آمين أو ما هو بمعناه؟ نقل الشيخ البابلي عن بعض شروح البخاري أنهم يقولون هذا اللفظ وهو المتبادر، ويجهر به، يعني يجهر بإيه؟ بالتأمين، يعني أي يجهر المصلي. الأحناف ما يجهروش بالتأمين، لما أنا صليت ورا ناس إمام بناس باكستانيين في باكستان في كراتشي سنة 86، كنت رحت كراتشي، فالمهم لما شافوا هيئتي عربي كده في الصلاة فروحوا قدموني، يعني أنا بقى يعني عربي عندهم يبقى علامة، يقدموه على طول. وبعدين معلقين طواقي كده، عاملين شماعة طواقي في الجامع،
عشان كمان اللي ناسي طاقية ولا حاجة ياخد الطاقية يصلي بيها وبعدين هو طالع يروح معلقها، ومعلقين سبح عشان كمان اللي عايز يحرق تمثالة ولا حاجة يقطع ويعلقها تاني، يعني حاجات كده هناك مساجدهم ظريفة يعني. أنا كنت أول مرة أصلي بناس يعني أحناف صرف ما يعرفوش في الإسلام إلا المذهب الحنفي، فأنا قلت بقى إيه ولا الضالين، ورايا بقى صفوف، إحنا متعودين بقى الجامع كله يرتج أمين، لقيتهم ساكتين كأنهم واقفين في ميت، أنا بس اللي بقول أمين صوت عالي. وبعد كده عرفت إن الأحناف ما بيجاروش بالتأمين، هم يقولوها في سرهم عادي، فالأحناف كده، فلما تصلي بأحناف ما يعني ما تتخضش. ويجهر به، أي يجهر المصلي إما ما كان إماما، إماما كان أو مأموما أو منفردا بالتأمين، لكن المأموم إنما يجهر بالتأمين مع تأمين إمام، ومحل الجهر بالتأمين في الجهرية، وأما السرية فلا يجهر طبعا بالتأمين لأنه بيقرأ الفتحة سرا والإمام نفسه بيقرأها سرا. وقراءة السورة دي هيئة جديدة بقى، يبقى احنا قلنا ايه بعد تكبيرة الإحرام من الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، دي أول هيئة، وبعدين دعاء وضع اليمنى على اليسر حال القيام، وبعدين دعاء الافتتاح، وبعدين الاستعاذة، وبعدين الجهر بالفاتحة في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار، ويكون الجهر بأول بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة السنة فيها أنها سرا في الصلاة مطلق في الركعتين الأولين أو الأخيرتين، ولا يجهر بالاستعاذة إلا خارج الصلاة إن كان يقرأ صلاة قراءة جهرية، ويسر بها إن كان بيقرأ قراءة سرية، ده في الاستعاذة. وبعدين بعد كده قوله آمين، دي برضو من السنن اللي هو التأمين اللي هي الهيئات، وبعد التأمين هي قراءة السورة، قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة عند الشافعي، في كل ركعة. في ايه؟ ما يرفعوش ايدهم في ايه؟ حتى تكبيرة الإحرام ما هو صلاتهم صحيحة لكن فاتتهم الهيئة بس، ما احنا عندنا لو واحد ما رفعش ايده تبقى ايه صلاته صحيحة ولا يسجد حتى لسه لأنها من هيئته، ما يجراش حاجة يمكن إيديهم وجعان. وقراءة السورة أي شيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة، لكن السورة الكاملة أفضل. ليه؟ لأن قد لا يختار مواضع مناسبة للبدء وللوقف، فإن كان لا يستطيع اختيار مواضع مناسبة للبدء والوقف يبتدي يقول إني كفرت بما أشركتوني من قبل، دي بداية، دي ما ينفع. أصل هم المشكلة إن في مسلمين ما يعرفوش اللغة العربية، حافظ القرآن ما يعرفش اللغة العربية، فقد ينغلق عليه إيه الاستحسان مواضع البدء والنهايات، مش كده برضه؟ لعدم علمه بالمعاني، هو حافظها نغمة، حافظ القرآن نغمة، مش حافظ مش عارفش معناه. ففي الحالة دي طالما أنت بالسورة دي ما تعرفش المعاني ولا حسن الوقفات والبدآت، يبقى هات سورة كاملة أحسن علشان تبقى معنى متكامل كده، وهربت انت من الوقف الذي لا يليق والبدء الذي لا يليق. فهمت ازاي؟ وعشان كده السورة الكاملة ولو قصيرة افضل من مثيلتها ولو اطول منها من سورة طويلة، لمراعاة للبدء والانتهاء. لكن السورة الكاملة افضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليها، وإلا فهو أفضل على المعتمد. طب افرض هيقرأ من سورة طويلة أزيد من سورة كاملة من السور القصيرة، يبقى أفضل، لأن زود الفضل يبقى زيادة، بس بشرط رضا المأمومين. عند الرملي، خلافا لابن حجر فآية الدين وهي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى آخره، هذه سورة آية واحدة صفحة كاملة، أفضل من سورة الكوثر وهي سطر واحد ثلاث آيات قصيرة ونحوها. والسورة بالهمز وتركه، سورة وسؤرة، والترك أشهر، سورة وبه جاء القرآن وهي القطعة من القرآن، مش ربنا بيقول فأتوا بسورة مثله،
ده جاء في القرآن من غير همز مش كده برضو؟ أقلها أقل سورة في القرآن 3 آيات، أقلها 3 آيات لها أول وآخر، يعني أقل قراءة يقرأها بعد الفتحة 3 آيات عشان تبقى قراءة أدرك السنة، عشان يشبه أقصر سورة في القرآن، ما تقولش أصغر سورة لأن أصغر في لغة العرب للتحقير، فقل أقصر سورة ولا تقل أصغر سورة، واضح؟ قل ولا تقل، يبقى ما نقولش سورة صغيرة ولكن قل سورة قصيرة، فهمت إزاي؟ يبقى لو قال لو هيقرأ آيات قرآنية بعد الفاتحة فلتكن 3 آيات، ليه 3 آيات؟ عشان أقصر سورة في القرآن 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، 3 آيات، يبقى أقل سورة هي 3 آيات، وهي أقل ما تحدى الله به الإنس والجن إعجازا أن يأتوا بإيه؟ بسورة مثله، اللي هي يأتوا ب3 آيات، فهمت بقى؟ دي أقل حاجة. ما يجراش حاجة، ما قال لك إيه أفضل آية الدين بطولها دي لأنها متكاملة، أفضل من إيه؟ من سورة إن أعطيناك الكوثر لأنها 3 آيات. لكن لو هو عايز يقرأ بقى ثلاث يعني بعد الفاتحة يقرأ 3 آيات، إلا لو كانت آيات طويلة زي الدين يكتفي بها. أقلها 3 آيات لها أول وآخر، وسميت بذلك تشبيها له ببلد لها سور لتحدد طرفيها. السور ده تملي يحيط بحاجة متكاملة كده مش كده، فسميت سورة علشان بتحدد ايه معنى متكامل أراده الله سبحانه وتعالى في سورة واحدة في مكان واحد. والمراد هنا ما هو أعم من ذلك، وهو الشيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة كما تقدم، ويندب تطويل قراءة الأولى على ثانية، يبقى الركعة الأولى يطول قراءتها على قراءة الركعة الثانية عشان الناس تدرك الركعة الأولى، وإيه أحسن ما يتأخروا شوية وتكسر في الأولى يقوم تضيع على الناس الركعة الأولى، لأن في واحد بيتوضى وواحد مثلا جاي في الطريق، يقوم الناس دي كلها تدرك، وإلا لو عارفينك إنك أنت أبو سريع السريع يجي يجري يتكعبل يتكسر يبقى في رقبتك، فملهاش لا، إنما أول ما يسمع صوتك وعارف إنك أنت مريح في صلاتك يجي مستريح ويقف مستريح ويصلي ويبقى مبسوط. ويندب تطويل قراءة أولى على ثانية إلا إن ورد نص بتطويل قراءة الثانية على الأولى كما في مسألة الزحمة، فيسن للإمام تطويل الثانية عن الأولى ليلحقه منتظر السجود. الزحام الشديد بقى اللي هو لما الناس تبقى مش لاقية مكان تسجد، فبيعملوا ايه الناس؟ يفضل واقف مستني اللي قدامه يسجد ويقف مع الامام، وبعدين بعد كده يروح هم ساجدين السجدتين بتاعتهم ويقوموا يحصلوا الامام عشان يكون فاضي مكان، فالزحمة دي بقى تخلي الامام يقصر الاولى ويطول التانية علشان اللي كان منتظر السجود يدركه في الثانية، دي الصورة الوحيدة اللي فيها الإمام يطول الثانية على الأولى، واضح؟ هنخلص بس لحد هنا وبعدين أذن العشاء، يجوز تأخير أذان العشاء عن وقت ما يدورش. فيسن للإمام تطويل الثانية عن الأولى ليلحقه منتظر السجود، وتكون الصورة غير الفاتحة فلا تسن قراءتها مرة ثانية، لأن الشيء الواحد لا يؤدي فرضا ونفلا، يعني ما يقراش الفاتحة مرتين، مرة على إنها فرض ومرة على إنها سورة من القرآن بدل السورة، يقول لك ما فيش داعي. ولئلا يشبه تكرير الركن، طب افرض ما يحفظش إلا الفاتحة يقراها مرتين عشان لا تخلو صلاته من سورة، يبقى لو مش حافظ إلا الفاتحة بس نقول له خلاص اقرأ الفاتحة مرتين، مرة كركن ومرة كسورة. نعم إن لم يحفظ غيرها سن له إعادتها على الأوجه، ويسن كون القراءة على ترتيب المصحف، يسن برضه حاضر كون القراءة على ترتيب المصحف، يسن ولا يجب، يعني ممكن في الركعة الأولى أقرأ قل هو الله أحد، وأجي في الركعة الثانية أقرأ أول سورة البقرة،
ما يجراش حاجة. لكن الأفضل أراعي ترتيب المصحف الأفضل، لكن التنكيس المنهي عنه إن أنا في السورة الواحدة أقول آخرها في أول ركعة وأقول أولها في الركعة الثانية في السورة الواحدة، هو ده التنكيس المنهي عنه. واضح؟ ويسن كون القراءة على ترتيب المصحف وتواليه، حتى لو قرأ في الأولى سورة الناس قرأ في الثانية أول البقرة، لأن بعد سورة الناس إيه؟ الفتح، وبعد الفتح البقرة، لأن مش بعد سورة الناس المصحف خلص، المصحف دايرة كده حل مرتحل. فافرض قرأ سورة الناس في الركعة الأولى يبقى يقرأ سورة البقرة أول البقرة في الركعة الثانية. فلو قرأ على خلاف ذلك كان خلاف الأولى لكن صلاته صحيحة، ما يعملناش مشكلة. يعني قرأ في الأولى سورة الزلزلة وجاء في الثانية قرأ سورة النبأ عما يتساءلون، مش مرعاش الترتيب، خلاف الأولى صلاته صحيحة. عدي ما تعملش خناقة معاه، في ناس يعملوا خناقة مع الإمام ملهاش لازمة، لأنه كده خلاف الأول. تتخانق مع الإمام بلطف كده وتعلمه لما يجيب لك في أول ركعة آخر سورة البقرة وفي الركعة الثانية أول سورة البقرة، تقول له ليه كده؟ ليه يا عم الشيخ كده عملت كده؟ كده نكست القرآن وكده حرام، مش مكروه بقى ده حرام. واضح؟ ولو تعمده باستمرار مع العلم قد نبطلها لتلاعبه وتعمد مخالفة السنة عشان نغلظ عليه، نقول له طب عيد الصلاة بقى، احنا علمناك امبارح وأول وأول، طب الصلاة دي باطلة بقى، إيه رأيك؟ عيدوا الصلاة يا جماعة. يوم الناس تعيد الصلاة يلاقوا تاني يوم هيصلي بيهم إمام يكرشوه، يقوم ساعتها يتأدب بقى يراعي الأدب، هيقولوا احنا فاضيين بقى كل يوم نصلي العشاء مرتين؟ ما كفاية عملت فينا امبارح فصل. فلو قرأ على خلاف ذلك كان خلاف الأولى ومحل سنيتها في غير صلاة الجنازة وغير صلاة فقد الطهورين. طبعا صلاة الجنازة ايه؟ اقرأ السورة بعد الفتحة في غير صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة الفتحة بس. كويس؟ وكذلك في غير صلاة فاقد الطهورين إذا كان جنبا. اللي فاقد الطهورين ده يعني لا تراب ولا مية وبيصلي على جنابة لا بدون تيمم ولا وضوء ولا غسل ولا حاجة خالص، فاقد الطهورين واخدينه في سجن أبو غريب ومعلقينه بين السماء والأرض، وبعدين أصابه احتلام فصار جنبا وبيسمع أذان ورا أذان، هيصلي فاقد الطهورين لا طايل أرض ولا سماء ولا مية، يعمل ايه ده؟ هيصلي على حاله، بس لما يصلي على حاله يقرأ الفاتحة للضرورة لضرورة صحة الصلاة، ولا يقرأ سورة لعدم الضرورة، لأن لا يجوز قراءة القرآن للجنب. فهمت؟ يبقى فاقد الطهورين في الصلاة يقرأ الفاتحة بس لضرورة صحة الصلاة. اللي ألجأوا لقراءة الفاتحة مع وجود جنب إن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة. فهمت؟ وبعد كده ان شاء الله لما ينزلوه ويلاقي تراب او ميه يعيد كل الصلوات دي لادراك الصحه. طب بيصليها ليه في الاول؟ يقول لك لادراك الوقت، لادراك الوقت لحرمه الوقت نفسه، وبعدين يعيدها تاني لادراك الصحه. فهمت؟ برضه ممكن تحصل فاقد الطهورين من غير سجن ابو غريب، واحد اتحرق ايديه ووشه، اتحرق ايديه ووشه، والدكتور قال له لا تجيب عليهم مية لمدة أسبوعين لحد ما تخف، وطبعا من باب أولى مش هيجيب تراب على إيد مجروح، مش كده برضه؟ يبقى هنا فقد الطهورين، لا يعرف يتوضأ ولا يعرف يتيمم، وأسبوعين ثلاثة على ما يخف، يبقى في الحالة دي وأصابه احتلام أو كانت حائض فطهرت وعايزة تغتسل ومش هتنفع، يبقى هنا هتصلي على حالها أو يصلي على حاله ويقرأ فاتحة فقط ولا يقرأ سورة. واضح؟ يبقى فقد الطهورين لها سور كتير. إذا كان ولا يسن قراءة آية سجدة بقصد السجود. نقف عند هذا الحد ونؤذن لصلاة العشاء ونصلي العشاء ونكمل يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.